يا أهلا وسهلا فيكم من جديد. طبعا مشاهدينا تختلف الآراء حول موضوع النجاح والسعادة وتحقيق الأهداف من شخص لآخر، ويمكن سبب عدم تحقيق النجاح أو الأهداف هو معتقداتهم الخاطئة أو حتى طريقة تنفيذ هذه الخطة. لوضع النوايا يجب اختيار الوقت المناسب وتكوين حقيقة ومفصلة بمشاعرنا بعيدا عن الطاقات السلبية، ولازم نخلي السقوط أو الفشل تعتبر يعني في النهاية تجارب نستعين فيها لنتطور ونستمر للأمام، والأهم هو أنك تحرر نفسك من قيود الماضي. عشان نتكلم أكثر في هذا الموضوع معانا دكتور أحمد عمارة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يعني في البداية في كثير من الناس قبل نهاية السنة تحط لها خطط، تقول لك والله أنا السنة الجاية بسوي واحد واثنين وثلاثة وأربعة. بأولها يمكن أنه أنحف. إيه. دائما كذا. إيه. وفعلا تلاقيهم في أول أسبوع يستمرون يحاولون أنهم يوصلون للأهداف هذه، بس بعد أول أسبوع خلاص يرجع الإنسان إلى عاداته القديمة وتتبخر هذه الخطط والأهداف. حلو أوي. خليني هقول معلومة كده لازم الناس يكونوا حاطينها حلقة في ودنهم. أنت هتعمل اللي أنت متعود عليه، فإذا أنت حياتك أصلاً أنت عايش فيها بلا خطط، فمستحيل تيجي على آخر السنة فجأة تقول للعقل أحط خطة ويخليك تكملها. هيعمل لك اللي كنت بتعمله قبل كده. وبالتالي من ينجح في خططه هو اللي طول السنة بيحط الخطة وبيكتبها بنفس الطريقة، وبالتالي بيكررها كتير. ده رقم واحد. رقم اتنين، يعني أنا مهم أن أنا أكون فاهم أولاً كلمة هدف. أنا بدأت ألاحظ أن الشباب مش عارفين كلمة هدف معناها إيه. يعني حد بيقول لي أنا ما عنديش هدف، هقول له ازاي؟ مش انت كنت جاي تكلمني؟ قال لي اه، قلت له ما ده هدف اهو. انت حطيت هدف انك تكلمني ونجحت فيها اهو. بس احنا مش مدركين معنى كلمه هدف. ان الحياه فيها نوعين من الاهداف. انا بحب اسميها اهداف عطاء واهداف اخذ. تمام. لو حطيت اهداف الاخذ دون ان تقم باهداف العطاء مستحيل تاخد حاجه. ليه؟ لان احنا مليانين، لازم افضي عشان يبقى في مساحه ان انا اخد. وبالتالي مهم الاول اركز في اهداف العطاء. تمام. طب ايه هي اهداف العطاء؟ اهداف العطاء هي اللي بتديني شحنه وبتديني تطور ونمو، والنمو بيديني نتائج كتيره في جوانب مختلفه في حياتي. اهداف الاخذ هي الحاجات اللي بتستهلكني وتستنفذني، يعني الشهوات اهداف اخذ. لكن انا النهارده رايح العب رياضه، ده هدف عطاء، بدي لجسمي قوه، القوه بعد كده هستنفذها في اشياء كتير ايجابيه. انا النهارده حطيت هدف ان انا اطور نفسي واعرف معلومات في حاجه معينه، ده هدف عطاء. فاعمل هدف عطاء الاول عشان تعرف تعمل هدف اخذ، عطاء لنفسك ثم عطاء للاخرين. ممتاز دكتور. يمكن في، انت زي ما ذكرت، في كثير ناس تركز على هذا تخطيط الاهداف وفعلا ما بيعملوا شيء زي ما علي قال، لكن في ناس بتحط رؤوس أقلام لأشياء مثلاً هم نفسهم بيغيروها في نفسهم. بمعنى أنه السنة الجديدة جاية أنا أبغى أستثمر أكثر في صحتي، أبغى أعمل على الأقل مثلاً يوم واحد رياضة ولا يومين رياضة مثلاً. يقول لك أنه أبغى أطور من نفسي، أبغى أتعرف على علاقات جديدة، أكون أنه أنا منفتحة أنه أنا أتعرف على ناس جديدة وثقافات مختلفة. فيمكن الخطط لو كتبناها بطريقة عامة أكثر تكون سهلة أنه إحنا نتقبلها ونعملها. ممتاز جداً يا سارة. أنا ضد موضوع التخطيط بالمعنى اللي للأسف منتشر والناس بتتكلم عنه كتير. ويمكن عندي مقولة بقولها دايما كتير، ما ترسمش لربنا الطريق. يعني أنت إنك تكون متصور الهدف اللي عايز تعمله وعمال تشوف وفقا للمعطيات الحالية تتعامل معاه إزاي، وفي احتمالية إن أنت يطلع لك بنسميها شورت كات أو اختصار. الناس فرصة. اللي بيحصل لهم اختصارات بفرص هم اللي مش رسمين الخطة صح. هو شايف وبيعمل اللي في إيديه ومنطلق معايا. حاجة تانية مهمة جدا، ان انا عشان كمان تبقى مفهوم الهدف واضح، لو انا النهاردة في قدامي عمارة طويلة او برج مثلا زي برج خليفة او برج كبير، نفترض ان هو 50 دور، وقلت لحد النهاردة انا هدفي ابقى ببص من البلكونة اللي في الدور 50، يلا قول لي اعمل ايه. فرقم واحد لازم اتوجه للباب، ده هدف. اتنين هطلع اسانسير، ده هدف تاني. رقم ثلاثة هطلع الزرار، هدف ثالث. رقم أربعة هفضل مستني لغاية ما أوصل لفوق، هفتح الباب، هطلع، أدخل المكان، أدخل البلكونة. حققت مجموعة أهداف صغيرة مجموعهم هو الهدف الكبير. لو أنا بقيت فاهم بقى أن أي هدف أنا بحطه في حياتي لازم أكون شايف الأهداف المرحلية الصغيرة وأبدأ فيها، هتوصله هتوصله. لكن أنا بقول أنا نفسي مثلا أنا عايز أخس، من غير ما أحط أهداف مرحلية عمرك ما هتاخدها. صحيح. أنا عايز أنجح، عايز أطلع متفوق، طب يلا
امسك المواد قسمهم كذا مادة وكل مادة كذا صفحة، وحط هدف النهاردة الصفحة دي هفهمها بحيث ينفع أشرحها، بكرة الصفحة التانية، بعد الصفحة التالتة، بعد فترة معينة المنهج كله بقى بقيت شاربه في دماغك. والحياة كلها كده، قسم أي هدف أنت عايزه إلى مراحل، وحط يعني تصور المراحل اللي أنت عايز تعملها. وأقول معلومة غاية في الخطورة، يمكن دي أول مرة أقولها على الهواء، كل الأهداف بالنسبة للكون وخالق الكون زي بعض، ما فيش حاجة اسمها هدف كبير وهدف صغير. أنا النهاردة ممكن أضغط زرار أعمل اتصال بالموبايل، وأضغط زرار أفجر قنبلة، والاتنين ضغطة. مثال قوي يا دكتور. كل الأهداف هي محتاجة خطوة ثم خطوة ثم خطوة، هتوصلها في الآخر. جميل. بس دكتور، هل تعتقد أن دائما الناس بشكل عام يعتقدون أن بداية السنة هي أحسن وقت للواحد أنه يتغير في كثير من الأمور، أو أنه يبتدي التخطيط، أو عنده هدف معين، أو عنده أي شيء في حياته؟ فهل تعتقد أن بداية السنة هو أحسن وقت لبداية أي مشروع في حياتك؟ لا للأسف. أنا هقول لفظ كده تقبلوه مني، والله بحبكم من قلبي، لا تكن مع القطيع. ما تبقاش مع الجمهور. اللي عايز يتميز بيكون خارج السرب، زي ما بيقولوا غرد خارج السرب. أنا عن نفسي على المستوى الشخصي عمري ما حطيت الأهداف بشكل سنوي. أنا بعتبر كل شهر مرحلة، وأنا اللي ببدأ اليوم بتاع الشهر، ممكن يبقى يوم 5 يوم 10، وأجي آخر الشهر أقيم نفسي. أنا هستنى سنة عشان أقيم نفسي وأكتشف إن أنا ضيعت سنة كلها؟ أنا بعملها كل شهر. وبالتالي أنا بعتبر الدورة بتاعتي شهرية وبقيم نفسي كل فترة. بس تعرف دكتور عثر، يعني أقاطع كلامك، بس يعني في ناس يقول لك أنه في بداية السنة يعني أنت تجذب الأشياء اللي أنت تبغاها، فلو أنت في بداية السنة حطيت مثلا أنه قلت هذه السنة أنا أبغى أسافر كثير، أنا بتعرف على ناس، whatever، يعني 5 أشياء مثلا في مخك، من كتر ما هي في مخك أنت تعلق في راسك وتصير تجذبها وتصير تعملها. رائع. أنا ليه بقى أحط الخمسة على مدى السنة؟ ما نحط الخمسة على الشهر، ده رقم واحد. أوكي. الشهر اللي بعديه 5، واللي بعديه 5، لو عايز أبقى سريع. خلاص. رقم 2، ليه أخلي السنة بتاعتي هم السنة اللي كل مجتمع عليها، وبعدين أجي 4-5 أيام أنسى فأقول يا راحت السنة الجاية بقى؟ طب ما تبدأ السنة من دلوقتي. يعني لو عايز تخليها سنة، خلي السنة يوم 5 يناير يا سيدي. صحيح. خليها النهاردة يوم 16 ديسمبر، إيه المشكلة؟ صح. ابدأ السنة في الوقت اللي أنت تحدده، خليك أنت القائد ولا تكن تابع لشوية زمن ولا تاريخ. يا سلام. في النتيجة التقليدية. جميل جدا. شكرا لك دكتور أحمد عمار، يعطيك ربي ألف عافية على هالكلام هذا الجميل.